حاط في مخي حاجة حاب نوصل لها، ديما حاط أحلامي قدامي، ديما كل ما نجي نروح نتفكر اللي أنا عندي هدف قاعد نخدم عليه. محمد ريان تنقارة، معتمدية نفطة، ولاية توزر، شعبة تقنية، جبت 17.12 وكان لي الشرف معنا مشترك في عرض من الأول للآخر. والله كانت صعيبة شوي ما نكذبش عليك، تعديت بشوي ظروف قاسية، أما الحمد لله نجمنا نتخطوهم ونجمنا نجيبوا معدل باهي. معناه هو عام كيما العوام، أما شنو؟ علاش تحس روحك في ضغط؟ خاطر هو عام مبني عليه المستقبل، أما هو راهي حكاية تافهة على الآخر. ديجا الدفورات اللي نعدوهم في الباك أسهل من اللي نعدوهم في وسط العام برشا، اللي تعب شوي هو الريتم نتاع القراية، أما كي تبدا من أول العام نظم تعدى كل شيء سهل بحول الله. اول حاجه الليله هذيك ما رقدتش الساعه وعديتها في الشارع نتهومل. في الصباح كي روحت للدار قعدت انا والعائله قعدنا نستنى في المساج. عندي اصحابي من تقي عاملين جروب مع بعضنا، بدي يقولوا رايا هبط الريزلتا، مازلت نحل في التليفون هبط لي المساج. يا اخي نرقى 17.12، لفت للعائله ومعناها فرحه كل وتعدى نهار سمح برش. ديما نقول الحمد لله مدام وصلت في الظروف هذيك وجبت معدل كيما هيك سما بالكذا. كنت متوقع هاي، خاطر بالنسبة كيف نجو نحكو على ولاية توزر صحيح فيها برشا ما شاء الله عليهم، أما معناها كنت حاس روحي معناها من الأول كنت نحلم أني باش نجيب حاجة باهية، وكنت حاط في مخي اللي أنا باش نوصل لها وفعلا وصلت لها. معناها كيف نجي نشوف روحي معناها في السنين اللي فاتت نشوف روحي ما خدمتش صحيح، أما معناها لاباس مسلك روحي سنة الحق يفرق على العوام اللي فاتوا، أما معناها الحمد لله. نورمال ما باش نقرا في تونس خاطر مانيش حاطه في مخي فكره اني باش نخرج لبرا، ان شاء الله باش نكمل في تونس نقرا هنا، ومن بعد كان جت فرصه اني باش نخرج ما اكيد مانيش باش نقول لها. اول حاجه الخدمه اجو نحضر ريزومياتي، معناها كل ماتير بنهارها ما نبقاش ناجل نقول تو بعد في بيريود ريفيزيون تو بعد يا حي يا حي يا حي، هذيك حاجه تعبتني شوي. وثاني حاجه نركز على الخدمه، نركز على التيب ديكزرسيس مش كميه الاكزرسيسات، خاطر الكميه من غير ما تمارس تمرين ما عندها باش تنفعك. واهم حاجه اني معناها ننعزل على العالم الخارجي ما نبقاش مركز معناها فك ستريس وكل واحد نركز كان على القرايه. لي لايف لسادة ما شاء الله عليهم معناها موسعين بالهم معنا على الاخر، واصحابي زاده ما شاء الله عليهم معناها يقروا ويشجعوا فيا اني باش نقرا، مش كيما تقرا في جروب مثل نتاع تلامذه ما همش حابين يوصلوا لحاجه باهيه، وكيما تقرا مع تلامذه حاطين في مخاخهم انهم هم باش يوصلوا حاجه باهيه، دونك انت بالريتم هذاك تتشجع وحدك. بالنسبة لأفضل الحصص في المنصة هم ثلاثة أساتذة، مسيو محمد بن سليمان، مسيو رياض لندلسي، مسيو شكري بن عبدة، وبالأخص مسيو شكري بن عبدة ومسيو محمد خاطر وسعوا بالهم معنا برشا. أول حاجة ضحكت مسيو شكري بصراحة حاجة واو مش نورمال، هذيك خلقت لنا الأمبيونس. وعندك مسيو مستر لاند زاد حتى هو في كل حصة ما شاء الله منورنا، ما يخليناش معناها نفدوا من الحصة، ديما فما تفدليك ديما يبسط لك المعلومة يفهمك بطريقة مبسطة على الأخر معناها يقريك بالضحك. حاط في مخي حاجة حاب نوصل لها، ديما حاط أحلامي قدامي، ديما كل ما نجي نروح نتفكر اللي أنا عندي هدف قاعد نخدم عليه، دونك يلزمني وحدي نكبس وباش نوصل اللي أنا حاجتي بيه. أول حاجة للعائلة وبالأخص ماما، وقت الغسرة بالرسمي تحس بك اللحمة اللي ما بينك وما بين أمك وتحسها كيفاش واقفة معاك، أنا ما تحسش روحك وحدك. وثاني حاجة نحب نشكر أساتذتي ونحب نشكر زادة برشا أصحابي خاطر شجعوني برشا وتحس كي اللحمة مع بعضنا، تعرفت عليهم معناها نتسمى علاقات جديدة في تقي، أما معناها تقول عنا سنين نعرفوا بعضنا معناها أصحاب على الأخر.